بحياتها ما كانت تنام بالمدينة الجامعية وما كانت تحبها. لا تكونوا متزعلين. أعوذ بالله. الله يسامحك يا طانت فريدة، ليش مين بيقدر يزعلها لسموحة؟ هي سموحة حبيبة قلبي، بس سموحة راح تدرس عند رفيقتها وأكيد بيكونوا سكروا الباب وتأخر الوقت وما قدرت تطلع، هذا هو السبب بس. والله ما بصدقكم، قلبي عم بقول لي إنه في شيء تاني. Believe me طانت، طمني ما في شيء من اللي ببالك. أنت أكيد تعبانة من السفر الطويلة، ما هيك طانت؟ إيه والله يا بنتي، والله إجري تكسرت وأنا عم بستنى بالكراجات التاكسي. يلا معلش هلا بتشطح هون، زحي لي هيك. لا والله ما بتنامي غير بتختها لسموحة. معقولة يا طانت فريدة؟ تفضلي تفضلي تفضلي. يلا عن إذنكم يا صبايا، أنا رايحة أخذ التليفون معي حتى إذا حكت بنتي أحكي معها. تفضلي قدامي. لبنى ديري بالك عليها. ها شو بدنا نعمل هلا؟ ما بعرف، قلبي حيوقف. لك يا بنات افتحوا هالباب، انه بس اعرف وين مختفيين هالبنات. لك ايش عم بيصير بهالبيت؟ حسبي الله فيكم بس. يا قلبي خالته فريدة؟ خالته فريدة، ايش بك خفتي؟ امتى اجيتي؟ امبارح بالليل جيت. ليش مين خبرك؟ مين اللي قال لك؟ ايش شو بدي اعرف؟ عن ايش؟ ليش انتي ما هزار؟ فوتي حبيبتي فوتي، ليش واقفة؟ فوتي تفضلوا تفضلوا. بالخناقة اللي بيني وبين قدري، تخانقنا خناقة طويلة عريضة، ليش ما دريتوا بحلال؟ شو؟ ايه تاتي انتي وقدري؟ يا سلام، تعي تعي احكي لي. هدول ما بيحكوا هدول البنات. يا بنات انا تلفت اعصابي، ما عاد فيني اتحمل هالضغط النفسي. حبايبي انا لهلا ما نمت. على اساس مين فينا اللي نام؟ ايه بس حبيبتي انا اللي بتحمل المسؤوليه اذا وحده منكم صار عليها شيء. خلص حبيبتي روقي، هلا نسمه بتحلها. ما قالت لك وين رايحه؟ كل اللي قالت لي انه رايحه طالعه لسميحه من الحبس بطريقتها. يا حبيبي يا خوفي تندق معها. ايه قوموا قوموا صبايا، خلونا نقعد مع طنط فريده بلا ما تشك اكثر من هيك. شو لسه بتشك؟ قومي خلص قومي. انت كيف تسمح لحالك تفوتي علي بهالطريقه؟ وشو جابك لهون؟ ها والله برفع عليكي دعوه تحرج. انا فوت امتى ما بدي، ماني مستنيه اخذ اذن من حدا. نادي خالي الممرضه. ها نادي لامك لا اله الا الله كلياتها، ليك ولا ما حدا رح يخلصك من بين ايدي قبل ما تسمع هالكلمتين وتحطهم حلقه بايدنا. انت شو بدك مني؟ ها شوفوا، لا قسما بالله العظيم اذا ما بتتنازل عن حقك وبتسكر التقرير الطبي هلا وفورا لافتح براسك جرح، مو خمس قطب 50 قطبة، فهمان؟ 50 قطبة. وشايفه عم تقلي ناح صرتك هاد، بفتح لك اخوه بوشك، فهمان ولا لا؟ بس انا عامل عمليه طنط. طنط بنص عينك ولا بنص عينك؟ لا بتطلع، لا تخاف بتقدر تطلع. انا ماني منزحزح من هون لحتى الاطباء يرضوا يخرجوني. ماشي رح خليهم يوافقوا على تخريجك، بس مو لبرات المستشفى، على البرات فورا. خلص بنزل بعد بكره. لك هلا عمود ولا مجوع؟ ولك هلا مزروق؟ لك هلا. تحسنت تحسنت، نزلت نزلت حرارتي، راحت الدوخه، خي نزل الضغط هلا الحمد لله على السلامه. يا خالته فريده يا خالته فريده، انت يعني بيهون عليكي انه اقول له خدني على حفله ابو وديع وهو بيعرفني انه انا بموت عليه لابو وديع، بموت عليه وما ياخذني؟ ايه منو هذا ابو وديع يامو؟ بالله جورج وسوف. ايه ايش علي؟ لك بنتي بركي اموره الماديه ضعيفه وما معه ياخذك. لا اموره الماديه كثير كثير منيحه، اللي بيطلعوا قدري بيوم واحد ما بيطلعوا دكتور تجميل بشهر. مزبوط مزبوط. لا حول الله ولا قوة إلا بالله، والله ما بعرف إيش بدي أقول لك. طولي بالك طن فريدة. لا وفوقها بكل عين بكحة بده يتجوز علي. يتجوز عليكي؟ لا لهون وبس، أنا ما بسمح له أبداً يتجوز عليكي. ليش رح يلاقي أحلى منك وأكوس منك؟ أنا طالع لعنده أحكي معه. لا تطلعي طن فريدة لا تطلعي، القصة مو محرزة بنو مو محرزة. لك شلون مو محرزة؟ مو محرزة وهو بدي يتجوز على مرته. لا بالغ شو هزار، بتبالغ كثير وحياة عينك بتبالغ. لا لا ما ببالغ طنط ما ببالغ، هو من يوم يوم وقدري هيك. لا 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 طنط فريدة حبيبتي اسمعوا شوي، تعالي نفطر وبعدين اطلعي شوفي شو بدك مني. لا لا هيك امور ما لازم تتأجل ابدا. يلا طالعة لعنده انا. بدك يخرب بيتك. شو بتكون فيني؟ ياي ها
خالته فريدة عنا؟ ايه خالته فريدة عندكن. هيك يا منظوم هيك عم تعمل؟ ما كان املي فيك هيك ابدا ابدا. والله والله يا خالته فريدة يعني ما كان جي على بالي اخبي عنك، بس والله يعني خفتي تجيكي فالج على هالخوارية. يعني كلام هزار صح؟ ليش هزار هي اللي خبرتك؟ يعني معقولة تشوفك عم تتجوز وتضل ساكتة؟ الشو؟ يا مال الله اتجوز؟ ليش ايش عم بصير؟ فوت